الشأن الخليجي شأن خليجي عربي ليس لأحد الحق في الدخول فيه، حتى الولايات المتحدة منعت من ذلك. المملكة العربية السعودية هي المعنية في هذا الأمر، والكل متفق أن الحل في الرياض طال الوقت أو قصر. ولكن إذا كان الزميل من أنقرة يتحدث أنه هناك لماذا تركيا ولماذا الولايات المتحدة الأمريكية ومن هي تركيا في هذه المرحلة؟ زار وزير سعودي معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف قبرص، فأصيبت القيادة التركية بالحمى. ماذا لو كان هناك قاعدة سعودية أو مصرية وفيها 30 إلى 50 ألف مقاتل في قبرص أو في أرمينيا أو في بلغاريا على الحدود التركية؟ ما هو الموقف التركي في مثل هذه المرحلة؟ لا يمكن أن نسطح الأمور بهذا المفهوم. هناك مع الأسف استهداف في المنطقة، أيديولوجيتين مع الأسف تعبث بمستقبل الأمة العربية والشرق الأوسط بشكل كامل. الأولى نابعة من طهران والثانية تنبع من أنقرة، والعالم العربي الآن بدأ يصحح المسار، وستخرج كل هذه الأيديولوجيات إلى حدودها أو ستخرج.